النهاردة هنتكلم عن رؤية مصر 2030 وهنربطها بالوضع الاقتصادي الحالي. هنتكلم على الأسعار والدولار وصفقة رأس الحكمة وغيرها من الموضوعات اللي بتهم كل بيت في مصر. ضيفنا النهاردة هو الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق. أهلا بحضرتك سيادة الوزير. اهلا وسهلا بحضرتك. بشكر حضرتك على تلبيه الدعوه. اهلا وسهلا، سعيد ان اكون مع حضرتك جدا. دكتور اشرف، حضرتك اتعينت وزير للتخطيط في سن صغيره جدا، سن 41 سنه كان عند حضرتك وقتها. ازاي حضرتك قدرت تتولى مهام ومسؤوليات وزاره التخطيط في سن صغيره زي دي؟ والله يعني انا الحقيقه يعني انا طبعا ليا الشرف ان انا خريج كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه وخلصت منها الماجستير، ثم سافرت البعثه الدكتوراه في أمريكا، وبعد ما رجعت من أمريكا مباشرة وأنا كان لسه يعني في بداياتي خالص، اشتغلت بقى في المكتب الفني لعدد من السادة الوزراء، ده من وزير التجارة والصناعة ثم وزير التخطيط، وأشرفت على المكتب الفني لمعالي وزير التخطيط وأنا عندي لسه 35 سنة، وبعدها أشرفت على المكتب الفني لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي. فقعدت 6 سنين قبل ما أتولى الوزارة رسميا، كنت عمليا مشرف على المكتب الفني للسادة الوزراء، فاكتسبت خبرة طبعا تنفيذية كبيرة جدا بجانب الأساس النظري والعلمي والأكاديمي اللي موجود، فبالتالي ده سهل لي الحمد لله بشكل كبير ان انا اتولى هذا المنصب الرفيع في سن يعني صغيره نسبيا طبعا بمعايير مصر، يعني صغيره جدا يا دكتور اشرف. والمكتب الفني ده اعتقد بيبقى فيه مطبخ الوزاره، يعني بالظبط هو ده الدولاب، هو دولاب العمل فعلا، هو المكتب المكاتب الفنيه للساده الوزراء، فانا يعني كنت في عدد من المكاتب الفنيه للساده الوزراء واشرفت على المكتب الفني لفتره طويله للوزير التخطيط ثم وزير التخطيط التعاون الدولي، فده كله الحقيقه بيثقل الواحد وبيديله خبرات تنفيذية طبعا كبيرة جدا بجانب الجانب النظري والأكاديمي والعلمي المهم جدا كمان. حضرتك أصدرت ورقة بحثية في المعهد العربي للتخطيط بعنوان الربيع العربي مقاربة اقتصادية لفهم الدوافع واستخلاص الدروس. الحقيقة العنوان كان ملفت جدا بالنسبة لي، ربط فكرة ثورات الربيع العربي بالأوضاع الاقتصادية أو بالجانب الاقتصادي. ممكن حضرتك تدينا يعني نبذة أو فكرة عن الورقة البحثية دي؟ أنا كنت طبعا من الناس المقتنع جدا أن الثورات اللي حصلت في هذه الفترة في مصر وفي عدد من الدول العربية الأخرى الحقيقة كان ليها دوافع اقتصادية أكثر منها دوافع سياسية. يعني إحنا بطبيعة المجتمعات العربية بيكون الشاغل الأكبر لعدد كبير جدا أو نسبة أعظم من المواطنين هو الوضع الاقتصادي الاقتصادي طبعا والظروف والظروف الاقتصادية. فكنت يعني بحاول أثبت من خلال البيانات والأرقام والتحليل المقارن مع عدد من الدول إن هذا إن 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 هذه الثورات كان الدافع وراءها بشكل أساسي أو بشكل كبير جدا هي ان احنا عدم نجاح هذه الدول في تحقيق النمو الاقتصادي بمفهومه الشامل والمستدام، بمعنى ان مش مجرد ان انا اعمل صحيح مصر مثلا في الفترة اللي قبل 2011 كانت في عملت معدلات نمو عالية معدلات جدا، نمو بس كان نمو في مرتفعة. شكوك يا دكتور اشرف على وصول معدلات النمو دي بالزبط. وتوزيعها وصولها للمواطن، وهو ده اللي كان مقصود فكره ان الشامل والمستدام، ان انا قلت ان هو حصل نمو ولكن وحتى بعد كده يعني البنك الدولي وكل المؤسسات وحتى صندوق النقد الدولي بقت في الكتابات بتاعتهم بقى بيتكلموا على النمو الاحتوائي والنمو اللي هو الانكلوسيف جروث اللي يعني بيترجموه نمو احتوائي او نمو احتوائي شامل، بمعنى وصوله للمواطن اللي هو زي ما حضرتك بتقول كده ان يبقى فيه نمو مع عداله اجتماعي في التوزيع، وده بيضمن استدامه النمو. انك انت لو حضرتك بقى اخذت قبل 2011 مثلا 20 30 سنه متصل هتلاقي فيه تذبذبات حاده جدا في معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي صحيح بتقدر تعمل سنتين ثلاثه معدل نمو 7% واكثر من 7%، لكن على طول ما بيستمرش.